حالة الصقيع بقى، يعني حالة انخفاض درجات الحرارة والمنخفض الجوي ده هيستمر لحد امتى؟ وهل بالفعل في منخفض جوي جاي من بلاد الشام هيأثر علينا مصحوب بتلج وانخفاض شديد في درجات الحرارة؟ طبعا الكلام اللي بيقال في السوشيال ميديا ده كلام ملوش اي جهة من الصحة، لان احنا دايما يعني الاول العاصفة هبة دي مش موجودة. لا بص حضرتك، هو اساسا لما بيجي المنخفض بيجي علينا احنا الاول، ثم يبدأ يتحرك جهة الشرق، فبيعدي الجبال الموجودة في الشرق من اول الاردن كده في سوريا، فيدخل على لبنان وسوريا والاردن حتى يصل الى شمال العراق والشمال السعوديه، ويبدا يبقى ابرد بكتير ويعمل ثلج هناك. لكن بالنسبه لينا احنا هو ما بيرجعش لورا، هو بيطلع لقدام، فبالتالي الكلام ده مش مظبوط ان هو عشان بيأثر على سوريا هيرجع يأثر علينا احنا. لا، بالظبط. هو جه تبريد علينا احنا، وبعد لما وصل فزاد برودته من انه عدى الجبال، فبتبدا درجات الحراره تنخفض كتير ويحصل التلج، وده طبيعي على فكرة، كل سنة بيحصل هذا المنظر في الجهة الشرقية دي.